رحلتنا اليوم للقاء واحد من أعمدة البلاد، إنه الماص الجزائري. Je me présente, je m'appelle Mohand Amzian. كي كنت صغير اللعبة المفضلة تاعي هي البرويطة. كانوا كيجيبوا لنا لي ليغو هذوك اللي يلصقوهم هكذا، خاوتي كانوا يلصقوهم نورمال، انا كنت ندير سيمان في وسطهم، ولتم اكتشفت الموهبه تاعي. البغلي بور موا سي تان نار، انا اعتبر نفسي اكثر من الطبيب، باسكو اون فيريتي راني نداوي في البريكه. كاميرا البرنامج تتبعت يوميات محمد أمزيان، وكان لها شرف حضور لقاء مع احد الزبائن. الرونديفو الاول مع الكليون سي تري امبورطون، التم لي نحكي له فيه على البطولات والتاريخ الكبير تاعي. يا حسره منين نبدا لك يا ود، دار بومدين انا خدمتها اخو، وزاره الري والعمران كيف كيف، انا جامع الجزائر وحدي كومبلي هو، واحد ما عاوني. عندك برك المئدانة كانت طويلة شوية، وليد عمي كان يشد لي شوية، أفرصة بريك بار بريك وحدي. تريز امبورطون، لازم تحسوا دايما بلي راك داير فيه مزية. عيطولي كونترا في ليطاليا بحينك باش نبني لهم مقام الشهيد تاعهم. شو كنت رايح عيط لي عمر ولا غير حشمني عليك يا خو في وجهه، خليت 1 مليون دورو تاع كونترا وجيتك يا خويا، سينو أنا ما نخدمش هاد البريكولات. يتعرض الماص الجزائري لكثير من الانتقادات، منها أنه يعمل على عدة مشاريع في آن واحد، مما يتسبب في تأخر كبير في إنجاز المشاريع. الجمهور لا يتكلم إلا على الجانب السلبي في الروتار، لا أحد يتكلم على الكوتي بوزيتيف. مسيو محمد أمزيان جاني على بريكولا تاع يا ربي واحد نص نهار، قعد لي فيها عام وخمس شهور، بصح هذاك الروتار هو اللي بدل لي قح حياتي. انا كي ضربت عام في الحومه ولا عندي طالع تاع كامل واش يصير. كنت حاب نخطب وحده واسمها فوزيه، كنت داير في بالي باللي بنت فاميليا. الوغ كي طولت انا تما تبعت الموفمون وحلبتو باللي فوزيه فرشه، وباللي كان واحد يحطها مور الدوره باش واحد ما يشوفهم، وكانت دير لي لونتي ومام المكياج اللي ديرو تاع 10000 تاع الطابله. الحمد لله، لو كان ماشي هو قعد في البريك ولا هذيك عام وخمس شهور، بالك راني مزوج دوكا فوزيه وجامي نفيق باللي كان يحطها السيد من الدوره اللي منها. نشكره بزاف. راه تزوج الان بنت فاميليا وعنده وليدو، وفوزيه راهي دير لي لايف في التيك توك. سي با نوتر سيجي، على كل حال كوبي هذه في المونتاج. محمد أمزيان بخبرته الكبيره لا يعترف ابدا باخطائه، دائما يجد تفسيرا لكل شيء. يا خويا بصح لا فايونس خرجت لي كاع مايله. لا لا ماشي انا خويا اللي دار الحيط، ماصو واحد اخر يا خو هو اللي حمار، خدمتو لي معوجه. هنالك كائن مكمل للماص يعرف بالمانوفر، في العاده يحقره الماص ولا يخلصه الا بالتربولات. محمد أمزيان محال تراي عليه، قد يشنف ويرمي الطالوشة ويذهب في أي لحظة. جي با بيزوان دارشيتاكت، أنا نخدم من راسي. إي جو غوفوز يوبليجيوني ندير أن بلون اللي ما عجبنيش، أنا لو كان ما اقتنعش به ما نخدموش. لكنه يمتلك قلبا حنينا ويتأثر بسرعة. شفا السيمان كي كان رخيص، كنت نشري الشكارة ب 25000 ونقول لك اليوم بلي شيتها ب 50000. كنت نسرق خير ربي. اليوم السيمان ولا غالي، لذلك الكليون يقول لي جيب البون، ما نقدرش فيه كامل. عينه هي ميزانه يقيس برجليها، لا يؤمن بالحسابات الا في الدراهم. جو سوي زربال بور موا، الطالوشة هذه فن، سي تون فاسون دو ميكسبريمي، نعبر على الاراء تاعي اترافير البغلي كي نكون نلبس في الحيط. اي سي بور سا لي ديفوا نضرب 10 ايام باش نلبس حيط صغير. في نهاية البرنامج طلبنا من محمد أمزيان أن يوجه كلمة، فكانت هذه رسالته. إلى كل سكان العالم نقول أنا بالطالوشة تاعي راني نقدم رسالة نبيلة. إحنا رانا نبنو في الديار، والدار تبني المجتمع، وبلا المجتمع ما تقدرش تكون ماكلة، والماكلة أساسها المرأة والعدالة وحرية التعبير. ودونالد ترامب تاع امريكان من هذا المنبر نقول له روح تزمر، وانت يا فرشه وشح فيك خسرت الفوت مع جو بايدن، وبارك الله فيكم.